الماهر اقيت الماهر يا بشار الحقنايان لا يقتل شعب الخيان لا يقتل شعب الخيان. نشكر كل إنسان وكل مواطن كل مسلم وعربي حس ولو بقلبه أنه هو متضامن مع الشعب السوري. اخرته بس ان شاء الله اخرته قريبة. في هذا اليوم كقطع نسائي لجماعة العدل والإحسان أن ندعو لهذه الوقفة، نأمل من خلالها التضامن مع الشعب السوري، ونعلم مسبقا أن هذا أضعف الإيمان وأن هذا أقل ما يمكن، لكننا لا نملك إلا الكلمات ولا نملك إلا الحناجر المذبوحة، نرفعها تضامنا مع إخواننا. يا بشار يا جبان يا بشار يا جبان الشعب السوري لا يهان الشعب السوري لا يهان يا بشار يا جبل يا بشار يا جبل الشعب السوري لا يهان الشعب السوري لا يهان يا حما حنا معك إلى الموت يا حما حنا معك إلى الموت زمدني حنا معك إلى الموت زمدني حنا معك إلى الموت قضايا حنا معك إلى الموت يا ضيا حنا معك إلى الموت. بحب أشكر الشعب المغربي لوقوفه لجنبنا ولانه عن جد الشعب السوري عم ينذبح كل يوم، الاطفال عم تنذبح، بشار الاسد هو قاتل الاطفال، هو قاتل النساء، هو قاتل الشعب السوري، بس الشعب السوري قال كلمته وقال نحن ما بنركع غير لله، نحن ما حنركع غير لله، وحريه للابد غصب عنك يا اسد. احيي الثوار الابطال، من حاله من فوق كمال الثورة الثورة السورية سورية.